التفاصيل والتعليق. نبقى في أجواء جلسة البرلمان، لينضم معنا من هناك مراسلنا جابر جمال. أهلا بك جابر، هل توصل البرلمان إلى القيمة النهائية لمبلغ الاقتراض؟ هل هنالك نية لتمرير قانون العجز في جلسة اليوم؟ تفضل جابر. إناس، اجتماع مستمر منذ الساعة 12 وحتى هذه اللحظة بين أعضاء اللجنة المالية، وأيضا تحول الاجتماع إلى يعني بين السيد رئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة، وبالتالي الخلافات ما زالت مستمرة، وعدم الوصول إلى صيغة نهائية في بعض الفقرات يعني بما يخص سقف المبلغ المالي الذي يعني اقترح من قبل اللجنة المالية، وكذلك بما يعني قدمته الحكومة. وأيضا الخلاف الآن هو رفض الكتل الكردستانية للتصويت على قانون العجز المالي بعد المقترح الحديث الذي استحدث مؤخرا، وهو إلزام الإقليم بدفع 480,000 برميل يوميا، إضافة إلى الإيرادات النفطية يعني الأخرى، الإيرادات الجمارك وإيرادات المنافذ الحدودية. وبذلك يستمر الخلاف واشتعل بين الكتل والتحالف الكردستاني الرافض لهذا المقترح، ويطالبون الآن بحذف هذا المقترح أو تعديله أو الرجوع إلى يعني تسليم يعني 250,000 برميل يوميا فقط، مقابل يعني استلام 320 مليار دينار عراقي للثلاثة أشهر المتبقية. وبذلك نحن ننتظر يعني اكتمال النصاب مرة أخرى والدخول إلى قاعة مجلس النواب، أيضا يعني يقرأ جرس الإذان للسادة النواب بالدخول إلى القاعة منذ نصف ساعة تقريبا، لكن لا نصاب داخل قاعة مجلس النواب. يستمر الاجتماع من جهة، اجتماع أعضاء اللجنة المالية، وأيضا يستمر عدم دخول النواب ما تبقى منهم. تعلمين الجلسة ابتدأت في تمام الساعة 2:30 تقريبا بحضور 169 نائب، لكن بعد ذلك تغير النصاب بخروج الكثير من النواب، منهم تسرب إلى الكافتيريا والقاعات الأخرى، ومنهم من غادر المجلس بمشاهدات يعني مرئية. قبل قليل شاهدنا عدد من النواب يخرجون أو يغادرون مبنى مجلس النواب. طيب، وبذلك خروجهم يعني من مجلس النواب هل كان باتفاق في كافتيريا الثالثة بعدم تحقيق النصاب قبل اكتمال النصاب في داخل قاعة مجلس النواب، هل خروجهم أدى إلى ذلك؟ يعني تسرب عدد منهم إلى القاعة الكافتيرية، وعدد آخر كما قلت لك إناس في القاعات أو في الكتل الخاصة بهم في داخل مجلس النواب، ونواب آخرون غادروا مبنى المجلس، وبذلك يستمر كسر النصاب. يعني حتى إذا تحقق النصاب إناس، أضيف لك بأن يعني ما يتوفر من معطيات ولم يتم التصويت على القانون باستمرار هذه الخلافات واستمرار الرفض الكردستاني للمقترح، هي مادة خلافية أصبحت كبيرة بعد رفض يعني الكتل الكردستانية لهذا المقترح بتسليم. طيب، هل من اعتراضات على قانون الاقتراض بخصوص أبواب الإنفاق إنفاق الصرف؟ بالتأكيد إيناس، هذا الشيء أيضا يذكر من قبل الكثير من الكتل المتواجدة داخل البرلمان، رفض لسعر يعني أو سقف المبلغ الذي اقترحته الحكومة، وأيضا الأبواب الداخلة في قانون العجز المالي 24 مادة، منها يعني تضيف إلى إضافة إلى الرواتب 6 فقرات، هي تتضمن فقرات الرواتب، رواتب المتقاعدين ورواتب الموظفين ورواتب شركات التمويل الذاتي، يضيف إليها بحضورك أيضا وحضور قناة الرشيد داخل القاعة المخصصة للمتحدث باسم رئيس الوزراء، وذكر أنه يوم الخميس يوم غد ستدفع رواتب الموظفين، لكن إلى الآن لا يوجد اتفاق على المبلغ الذي يجب أن يقترضوا. نعم أكيد، فعلا إيناس، كل المعطيات التي كانت متوفرة حتى يوم أمس وحتى صباح اليوم عندما تواجدنا في البرلمان، كانت هناك نية لتمرير القانون والتصويت عليه بإجماع كبير من الكتل، حتى وإن اختلفت الرؤى مسبقا، الرؤى على سقف المبلغ، هنالك من يدفع نحو 10 تريليون، وهنالك على 12 تريليون، وهنالك على 15 تريليون، وبالفعل هذا الرقم هو ما اتفقت عليه كثير من الكتل وبحسب ما تسرب إلينا. لكن بعد ذلك أحد أعضاء اللجنة المالية تحدث لنا عن التوصل إلى 12
تريليون دينار، وبعد ذلك اختلف الأمر يعني رفض الكثير من الكتل، وأيضا الاعتراضات التي بدأت تظهر خلال المؤتمرات الصحفية والبيانات التي بدأت تنزل يعني على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. طيب ماذا بشأن موازنة العام المقبل؟ هل هنالك اتفاق على موعد نهائي حدد البرلمان لتقديم مشروع الموازنة من قبل الحكومة؟ نعم بالفعل، وهذا أيضا ما جرى يعني، لكن أجل النقاش بموازنة 2021 من قبل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أثناء اجتماعه صباح اليوم باللجنة المالية، أجل إلى وقت آخر باعتبار أن الموضوع الأهم هو الآن موضوع الرواتب، بحل يعني حل الرواتب بتمرير قانون العجز المالي. لذلك ربما ستشهد الجلسات المقبلة أو الجلسات التي يعني تلحق التصويت على قانون العجز المالي سنشهد يعني مناقشة ويعني تفعيل متابعة موازنة 2021. أيضا يؤكد الكثير من النواب أن الموازنة القادمة لن يقدم فيها البرلمان أي يعني لن يوافق على أي طلب آخر من قبل الحكومة يخص يعني الاقتراض أو ما شابه ذلك. نعم جابر جمال مراسلنا من داخل مجلس النواب كنت معنا، شكرا جزيلا لك.